السلام عليكم. اليوم نعرفوكم بالشبكة تاع السكك الحديدية في الجزائر، واللي عارف التطور كبير في السنوات القليلة الماضية. إذا اليوم نروح نشوفوا جميع أنواع القطارات التي يعني تمشي في الشبكة تاع السكك الحديدية، أنواع تاعها، وكذلك نعرف بعض المنشآت الفنية التي تم إنجازها، والخطوط الجديدة كخط زيرالدا وكذلك خط تيزي وزو إلى بعض الخطوط إذن، والآفاق نتاع يعني القطاع هذا، المشاريع في القطاع هذا، وكذلك جانب من صيانة نتاع القطارات في الجزائر. إذن بدون إطالة نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الذي تم إنتاجه من طرف الشركة الوطنية للسكك الحديدية لسانتياف. إذن هو السلام عليكم.